باذنجان رومي، محتاجين نقطعه رفيع خالص، محتاجين بطاطس صوابع، محتاجين كوسه صوابع، فلفل الوان كله متقطع زي بعضه بالظبط، بصله برضو متقطعه جوليان، محتاجه فصوص ثوم، بهارات الشاورما ودي بنجيبها جاهزه، محتاجين سماق باودر وملح وفلفل اسود. ادي شويه الزيت، وادي الخضار كله. دي بقى نفس الفكره اللي قلت لكم عليها، انه نزود البهارات اللي ريحتها شاورما كفته، بحيث ان احنا ايه نضحك على نفسنا بس في نفس الوقت نحطه على الخضار عشان نبقى اكلنا حاجه كده صحيه. يعني البصل كده تمام، ننزل بالخضار الكوسه والبتنجان، خضار المشوي. اوكي، مش هنحط التوابل دلوقتي عشان ما تتحرقش مننا، نطمن بس ان الخضار كله دبل، وننزل بالفلفل والثوم وكل البهارات والتوابل ورا بعض، بس مش دلوقتي، لما الخضار يدبل شويه ونحس ان هو استوى. احنا شوحنا كوسه، شوحنا البتنجان، البطاطس انا حاطه بطاطس محمره فمش هحطها دلوقتي، اهي متحمره صوابع عادي، عشان انتوا بقى ايه لو عايزين تعملوها سندوتشات تبقى ساندوتش بطاطس بالبتنجان بالكوسه بريحه الشاورما يبقى لذيذ. كله بقى ايه يستوي كده ويدبل، نقوم نازلين له بشويه ملح عشان ندبله اكتر كده، ننزل برشه فلفل صغنطوطه، مش هنزل برضو بالثوم، عايزه ايه اطمن لكام حاجه كده احس ان هما تمام، ننزل بالثوم على طول اعتقد برضو تمام. يلا ننزل بالثوم، الثوم بقى يدي طعم لذيذ للخضار بشكل. ده يبقى سايد ديش لحتى اي حد عامل لحمه وفراخ عايز سايد لذيذ، ده سايد حلو قوي من غير بهارات لحمه ولا بهارات ولا اي حاجه، سايد حلو قوي. شوحي بس الخضار كده كله شبه بعضه ويتشوح ويتاكل جنب اي حاجه تبقى لذيذه قوي. هننزل يعني بشويه من الفلفل، والفلفل برضو يبقى بيقرش كده ولذيذ. دلوقتي بقى ننزل بالبطاطس، اهي شاورما دي ولا مش شاورما؟ بالظبط، شاورما ولا مش شاورما؟ ممكن اعمل حاجه صغنطوطه ونطلع فاصل على طول. رشه السماق في الاخر، رشه بهارات الشاورما اللي هتدينا بقى ايه ريحه وطعم الشاورما، ودي خلطه جاهزه ريحتها شاورما جدا، تدينا ايحاء ان احنا بناكل شاورما، والله ريحتها تحفه، معمولة من ماركات كتيرة، الماركة اللي بتحبوها تلاقوا فيها خلطة الشاورما اعملوا كده. كده طبق الخضار بتاعنا تمام، هيتقدم بقى في ساندويتش، يتقدم جنب الأكل، يتقدم بأي طريقة تحبها. الشاورما اللي عملناها حطيت بس في النص كده كفتة ورشة بقدونس عشان بقى الشاورما شاورمة الخضار بتاعتنا تبقى شاورما.